براء، لا يخفى على أحد الوضع الشديد الكارثية في القطاع، صعوبة إنسانية كبيرة في عدم وجود مية وكهرباء ووسائل اتصال. إزاي بتقوموا بتغطياتكم الصحفية؟ هل أنتم آمنين أصلا في قطاع غزة؟ لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة. إذا كنا نتحدث أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد أوعز لسكان مدينة غزة ولسكان الشمال بالذهاب إلى مناطق الجنوب باعتبارها آمنة، نتحدث أن أغلب القصف في المناطق الجنوبية، أغلب الذين نزحوا وكثير من الذين نزحوا تم استهدافهم بشكل مباشر في مناطق الجنوب. المستشفيات تم استهدافها، دور العبادة تم استهدافها، كل الأماكن تم استهدافها. لا يوجد لدى الاحتلال خط أحمر، كل الخطوط الحمر تم تجاوزها. ضباط الإسعاف تم استهدافهم، ضباط الدفاع المدني تم استهدافهم. حتى اللحظة هناك استشهاد 20 صحفي يعملون لوكالات متعددة منذ بدء هذه الحرب على قطاع غزة. بالتالي لا يوجد أي مكان آمن، حتى يعني المنظمات الدولية الذين يعملون داخل المنظمات الدولية، الكل معرض للاستهداف ولا أحد يعلم طبيعة إذا كان هو الآن يتنفس بعد دقائق هل سيكون في عداد الإصابات، في عداد الشهداء، لا يعلم، لأنه القصف يتم بشكل عشوائي ويتم دون سابق إنذار أو تحذير لأي من العائلات أو لأي من المدنيين أو لأي أحد. حتى يعني وأنا أتواجد بكثرة داخل مجمع الشفاء الطبي وهو أكبر المستشفيات في قطاع غزة وأكثرها يصلها حالات استشهاد وحالات إصابات، حتى داخل هذا المستشفى الذي يتواجد فيه إلى إضافة إلى أعداد الإصابات وأعداد الجرحى يتواجد فيه أكثر من 50,000 نازح يجلسون داخل ساحات وممرات هذا المستشفى. هم حتى هؤلاء الذين يتواجدون في هذا المستشفى لا يشعرون بالأمن ولا الأمان.